السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبارك الله على الأصدقاء والأحباب، تبارك الله على محبي قناة جبالك تمام تي في. تحياتي لكم، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، وشكرا على الوفاء ديالكم، وشكرا بزاف على الناس اللي دخلوا جداد القناة. كما شفتوا هذا الفيديو هذا، إن شاء الله غنخليكم مع الفيديو وتشوفوا التقاليد ديالنا ديال البلاد ديال الجبالة ومتيوة. كما قلت لكم ديك النهار في الفيديو السابق، هذا واحد الفيديو آخر جديد، فرجة ممتعة، وان شاء الله نرجع لكم بعد الفيديو ان شاء الله يا ربي. تحياتي لكم، بقوا مع الفيديو ما نمشيو فيه. تبارك الله الاخوان والاحباب والاصدقاء، كيف جاكم الفيديو؟ فيديو من التقاليد ديال الجباله. هذه هي البنات ولا النساء ملي كيبغيو يشطحوا، هذه هي الاغاني ديالنا ديال البلاد، اغاني كنقولوا حنا هذه اغاني بلديه 100%، وتقدر تسمعها مع العائله، ولا ما كاينش فيها شي اغاني بحال اللي كنسمعوا دابا في هذا الزمن اللي حنا فيه دابا. شي اغاني الله يستر وصافي، مع الوالدين تحشم تسمع لها. ولكن هاد الاغاني هادو اغاني بلديه جبليه متيويه، حسبها كيما بغيتي. كيتما اغاني هادي اللي كيغني فيها كان شي اسبوع، كان شي عرس، كان شي خطابه، كان شي حاجه، هي هادي. بنادر والدوره، الدوره بحال ديال الهيد كنقولوا حنايا، الدوره اللي كتكون بالغيطه والطبل، هادو لا، هادو عندهم غير بنادر. ومره مره كيديو الطبل الا كان شي عرس، كيديو الطبل للمعلمين، كيحيدوا الطبل للمعلمين، وكيعملوا الطبل، وكيعملوا بنادر، وكيعملوا ديك الليله ديال الشطيح ولا النهار ولا فيما جات ديك الساعه ديك ديال الفرجه عندهم. وكيكونوا الاغاني جبليه بلديه كما قلت لكم. انا نتمنى هذا الفيديو هذا يكون عجبكم، واللي فهم شي حاجه من شي اغنيه ولا شي كلمات ولا اغنيه كامله يكتب لنا في التعليق ويقول لنا كيفاش جاك هذا الفيديو هذا
ديال جبلي ومديوي مخلط. تحياتي لكم وشكرا بزاف، شكرا بزاف على الاصدقاء اللي دخلوا جداد الى عندنا القناه. مرحبا بكم، دردركم، ونتمنى وتقبلوا على القناه هذه، قناه متواضعه، قناه كما السميه ديالها جباله كتامه تي في، هي جباله، احنا جبال الحمد لله، هم تي وكل شيء مخلط. ومرحبا بالجميع، تحياتي لكم والى فيديو قادم ان شاء الله، انتظرونا قريبا، تحياتي لكم.